جمهوره الكريم في كركوك، إن استحقاق المكون العربي الذي عملنا عليه منذ 2003 بكل تفاؤل وإخلاص عبر مكافحة الإرهاب وخدمة أهلنا، تجلى في حصول المكون العربي على استحقاقه في الانتخابات الأخيرة وحصول التحالف العربي على أعلى الأصوات ضمن هذا المكون. ومن بين القوائم العربية، وإن نتائج التحالف هي التي مكنت ممثلي المكون العربي بالتفاوض بالندية والإصرار على الحصول على الحقوق، حيث يعادل تقريبا 50% من الأصوات التي حصل عليها المكون العربي، وهذا جاء من ثقة الناس وإيمانهم بالنهج الذي انتهجه التحالف والذين يمثلونه. وعملنا جاهدين على مدى 8 أشهر للحصول على استحقاقكم في كركوك، ولم نقدم تنازل ينال من حقوقكم وكرامتكم، وإن ما تم اليوم كان مقدم لنا قبل 8 أشهر، ووجدناه سرق لأصواتكم وحقوقكم في المدينة ورفضناه خلال الفترة الماضية. واليوم مكاسبكم التي جاءت بالدم والتضحيات تم في هذا اليوم منحها بمزاد المكاسب الشخصية، معرضين أهلنا إلى إهانة تاريخية متناسين الاغتيالات والتغييب وهدم القرى أمام مكاسب وقتية زائدة. ونود أن نؤكد بأن الجلسة التي تم فيها سلب استحقاقات جماهيرنا اليوم من قبل جزء من ممثليكم لم تستوفي شكلها القانوني، حيث لم يتم تقديم طلب تحذيري إلى رئيس السن، وتمت الدعوة عبر الإعلام في يوم عطلة من قبل قائمة واحدة، ولم يتم التبليغ من قبلنا، وتم تحديد مكان خارج المحافظة علما أنه لا يوجد أي مانع أمني أو قانوني من عقدها داخل المحافظة كما جرى في الجلسة الأولى، كما أنها خالفت نص المادة 13 ومحضر الجلسة الأولى أن تكون الجلسة القادمة بعد حصول توافق على تشكيل الحكومة بما يضمن مشاركة جميع المكونات. وأننا منذ اليوم الأول حرصنا أن تكون المجموعة موحدة، وبذلنا جهدا كبيرا لذلك. واليوم يقصر مكون التركماني وهو مكون رئيسي في المدينة وله استحقاقه وفق القانون بعدم مشاركته في تشكيل أي حكومة محلية ودون حضوره لهذه الجلسة. إن البيانات التي أصدرتها المجموعة العربية ومنها البيان الصادر لهذا اليوم والذي تم إعلانه قبل ساعتين تعاهد فيه جميع الأعضاء ومن يقودهم بعدم حضور أي جلسة دون التوافق بين كل الأعضاء، واعتبروا الحضور خيانة لأهلهم ومكونهم ودماء شهدائهم، وتفاجأ الجميع بأنهم ذهبوا إلى اتفاق خفية ودون إخبارنا ليعطوا حقوقكم بذلة إلى من تعرفون تاريخهم بحقكم. إننا ندعو جماهيرنا إلى مساندة التحالف العربي في إعادة حقوق المكون الذي شربت هذا اليوم، وأن يكون لها كلمة بحق من قام بالتفريط بالمكتسبات. وبذلك نعلن لكم جمهورنا الكريم بأننا سوف نبقى ندافع عن حقوقكم والأوفياء لقضيتكم، وإنما حصل اليوم كان إقصاء وإبعادا لممثلي التحالف العربي، حيث أن من الذين ذهبوا لم يكن أحد من أعضاء التحالف العربي ضمن المجموعة، كما أننا لم يتم إعلامنا بالذهاب إلى هذه الجلسة، وأننا سنستخدم كل طرقنا القانونية والقضائية في الحصول على استحقاقنا. كما أننا نؤكد بأن ذهابهم هذا قد كان للإسراء بإعطاء استحقاقاتكم إلى الآخرين، وهي ليست مفخرة بل هو تنازل عن حق كنا متمسكين به طيل السنة الماضية. نسأل الله التوفيق للجميع وأن نبقى مخلصين لأبناء هذه المدينة بجميع أطيافها، وأيضا مخلصين لمكوننا الذي صوت لكي نكون ضمن هذا المكون من أعلى الأصوات، وبنفس الوقت أعلى الأصوات لهذا التحالف ضمن المكون العربي في كركوك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.